أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نسمع كثيرا من يقول إن الأخوة أخوة إنسانية وليست أخوة دين ولا إيمان، ويرددون قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، وسورة الكافرون، وقولهم في الحرية للشخص. سورة إيش؟ الكافرون. سورة الكافرون ما هي بإقرارهم على دينهم، براءة. سورة الكافرون فيها البراءة من دينهم، لكم دينكم ولي دين، هذه براءة، ما هم معناه إقرارهم على دينهم. ولهذا قال: يا أيها الكافرون، قال يا أيها الكافرون، حكم عليهم بالكفر. كيف يقال أن هذا من الجهل بالله عز وجل؟ قال يا أيها الكافرون، حكم عليهم بالكفر، ثم قال: لكم دينكم ولي دين، براءة من دينهم. صريحة السورة، صريحة في هذا، هم معناها التراضي معهم وإقرارهم على دينهم. ولا إكراه في الدين معناه إن ما نزم أحد إنه يقتنع بالدين، هذه القناعية بالقلب، هذه من الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنحن ندعو إلى الله ونبين ونجاهد في سبيل الله، الذين يصدون عن الدين نجاهدهم، وأما هداية القلوب فهي بيد الله عز وجل، لا يملكها إلا الله جل وعلا. هذا معنى لا إكراه في الدين، ما تستطيع. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ألا يمكن أن تكره أحد على الدين وما يريده؟ أبد، ما يقبله. لكن ليس معنى هذا أن نترك الكافر ولا ندعوه ولا نجاهده في سبيل الله ولا نعم.